تمام. طيب انا عاوزكم لو انتم مش عارفيني، انا عرفت نفسي الاول، انا محمد شومان، هكون معاكم ان شاء الله في السكشن تمام للسيارات، وسكشن 3 باور بعد التعديلات يعني اللي حصلت جديد. انا يعني ما بحبش اكون بتكلم بس في السكشن وخلاص وانتم مش موجودين معايا، بالذات ان انتم اونلاين فانا مش شايف الفيدباك بتاعكم فاهمين ولا لا، فأحب اللي يكون معايا يكون بيرد ويشتغل معايا في المسألة، مش مجرد بيسمع يعني وإيه خلاص. وأي حد عنده مشكلة يلحقنا على طول، إيه يقولها لنا أو نحاول نفهمها له من بدري علشان ما يجيش في آخر السكشن يقول لك أنا ما فهمتش حاجة خالص. فيلا بينا كده نبدأ نفكركم بالموضوع. إحنا شابتر 2 ده اسمه هيدروستاتكس. يعني إيه هيدروستاتكس؟ حد يعرف؟ طيب هيدروستاتكس، هيدرو دي جاي من هيدروليك، جاي من الليكويدز، جاي من الكلام ده، والستاتكس يعني ايه؟ يعني ثابت. طيب انا بستفاد ايه لما اعرف اللي هي ثابته؟ بستفاد حاجات كتير، منها الفورسز والبريشر اللي هي بتكون عاملاها على حاجه تانية مثلا ساند عليها. مثلا لو انت عامل محوش ميه ورا سد، فانت عشان تعمل السد ده انت لازم تشوف الفورس اللي جايه لك نتيجه تخزين الميه ده ايه؟ فده اللي بنسميه هيدروستاتكس، ان هو حاجه واقفه بس بتطلع عليا بفورسز وبريشر هتاثر عليا وانا بعمل ديزاين للحاجه دي. انا بيهمني اعرف البريشر والفورس اللي بيطلع من الليكويد ده على الحاجه اللي انا بعملها ديزاين علشان اعرف ايه اعملها ديزاين مظبوط ما تبص مني او ما تتكسرش او ايا كان بقى الموضوع. طيب احنا هنتكلم عن المانومتر. حد عارف يعني ايه مانومتر؟ الجهاز اللي بيقيس الضغط. طيب بالظبط كده. طيب خلينا نتكلم الاول قبل ما ندخل في المانومتر. لو انت رايح تغطس في شرم او دهب والكلام اللذيذ ده، ايه التعليمات اللي بيقولها لك؟ حد عمل الموضوع ده قبل كده؟ ان هو ليك عمق معين كده تنزل فيه صح؟ وبعدين هو كده بيكون معاك جايد، هو بيكون معاك جايد بيقعد ايه ينزلك بقول فيه واحده واحده. ليه عمق معين كده مسموح لك ماشي، هو بعمق معين صح؟ بالظبط، هو كده كده ليك عمق معين علشان انت كراجل لسه مش درايفر، مش دايفنج يعني جامد، فما بيزودش يعني. المهم يعني خلينا ناخد الموضوع من اوله، ان انت كل ما انت بتنزل شويه كل ما بيبقى عليك لود او فورس اكتر من ايه، من الميه تمام. فده بيعمل ايه؟ ضغط عليك. ايه اللي بيحصل بقى لودنك؟ ان انت اكن في حاجه ضغط عليك وجوه الضغط ايه اقل، فايه يضغط عليك جامد. طيب بتنزل اكتر هتحس بالضغط ده بيزيد، تنزل اكتر هتحس بالضغط ده بيزيد. بيقعد يديك تعليمات ازاي تعمل بالانسنج للضغط ده على ودنك وحاجات زي كده، وكل شويه بايه بيطمن عليك انت تمام، الضغط ده عارف تهندله ولا الضغط زاد عليك. لو انت شورت له قلت له تمام يبدا ايه ينزل اكتر وهكذا. طيب خلينا نفتكر كده الموضوع كان عامل ازاي. ان انت لو عندك عمود كده من الميه تمام، العمود ده ليه اريا، طيب وليه ايه الهايت بتاعه. طيب لو انا عاوز اعرف هو كام كيلو او كام وزنه عامل ازاي، او الفورس بتاعته اللي عاملها عامله ازاي، يعني عاوز اعرف هو لو انا حاطط العمود ده على الترابيزه دي الفورس اللي عليه عامله ازاي. حد يقول لي كده؟ رو جي اتش ماشي، روجي اتش. انت كده اختصرت الموضوع، انت كده قلت الايه البريشر خلاص بروجي اتش. تعالى بتكلم بقى اصل الموضوع عامل ازاي. لو انا بتكلم على الفورس اللي جايه نتيجه الكلام ده، الفورس بتاعت وزن اي حاجه هي الدينستي تمام، في الفوليوم بتاعه، الفوليوم بتاعه اللي هو هنا ايه الاريا بتاعت الكروس سكشن في الهايت صح كده. طيب واحنا عارفين ان البريشر هو ايه الفورس على الاريا. طب الكلام ده سوري في الجي علشان يتحول بدل ما هو ايه ماس يتحول لويت تمام.
كل الكلام ده هتقسمه على ايه؟ على الاريا، يتبقى لك ايه؟ الرو جي اتش. فده كده ايه اصل الموضوع بتاع قانون ايه؟ الرو جي اتش. طيب احنا هنستفاد منه ازاي بقى في حاجه زي المانومتر؟ المانومتر ده بستخدمه علشان اقيس فرق البريشر ما بين ايه حاجتين. طيب هنا بيقول لك ايه، انا عاوز اعرف البريشر بتاع بايب ايه اللي هي دي، تمام؟ فهو عمل لها السيت اب والجهاز ده كله عشان ايه يعرف يقيس. طيب قال لك هنا بقى في التانك ده في هواء، الهواء بتاعي ده في اير الضغط بتاعه 13.8 كيلو باسكال، يعني نقدر نضربه ايه 10 باور 3 علشان يتحول ايه لباسكال، تمام. بعد كده قال لي ان هو شغال ميه، كل الحته دي البيضه دي ميه، تمام. حتى هنا دي ميه، ميه عارف الدنس بتاعتها بكام؟ ب1000. بعد كده قال لي في ليكويد هنا واداني الاس جي بتاعه. يعني ايه اس جي؟ سبيسيفيك جرافيتي بالظبط، اللي هي بتساوي ايه بقى؟ الرو على الرو بتاعت الووتر بالظبط كده، الرو بتاعت الليكويد ده على الرو بتاعت ايه؟ الووتر اللي هو الاتش تو او بتاعنا يعني، ماشي. طيب يبقى كده لما يديني الاس جي اكنه بيقول لي الماتيريال دي اسمها ايه او الليكويد ده اسمه ايه، تمام. لان انا عارف ان ده ب 1000 وعارف ان الاس جي ده 0.9، فبسهوله جدا انا عارف التنس بتاعتي ايه، هضرب ده في ده اللي هي تبقى ايه 900. يبقى انا علشان يديني الليكويد ده مش لازم يقول لي ان هو ميركوري، مش لازم يقول لي ان هو كذا على طول، لا ممكن يدي لي ايه السبيسيفيك جرافيتي بتاعته وانا منها ايه اقدر اطلع الدنسيتي واقدر اعرف الماتيريال دي عامله ازاي. طيب خلينا ناخد بقى الموضوع واحده واحده. انا عشان اوصل ايه لبي ايه هبدا ايه من اخر حته خالص، تمام. طيب ايه اخر حته خالص؟ اللي هو ايه البريشر بتاع الاير. طب البريشر بتاعي بقى ايه ده؟ هو كل ده على بعضه في الجازز، الاختلاف بتاع الهايت مش بيفرق قوي لان الدنس بتاعها قليل، فالرو هنا ايه قليله جدا، فالاتش مش هو اللي هيكون بيأثر عليه. يعني انت في الهواء لازم تطلع جبل كبير جدا عشان تحس ان الضغط ايه اختلف، بس لو هو تانك بسيط كده وفي مسافه من الاير بالنسبه لنا المسافه دي كلها ايه نفس الضغط. فده معناه ايه؟ ان اول نقطه من الميه دي متعرضه لايه؟ للبي اير. حلو كده. طيب انا عاوز اوصل من البي اير للبي ايه، اعمل ايه؟ اطلع في الووتر 0.3 وبعدين انزل في اللي هو الفلويد التاني 1.2 وبعدين بس. ماشي. طيب اول حاجه احنا عارفين طول ما انت عندك الليكويد ده متوصل كونكتد بنفس الليكويد يبقى الاثنين عند نفس الهايت عندهم ايه نفس ايه بريشر. طيب انا عرفت ان النقطه دي عندها نفس البريشر اللي هو ايه بي اير. طيب انا طلعت فوق فانا كده معمل ماينس ولا بوزيتيف؟ بزود ولا بقلل الضغط؟ ماينس. بتطلع فوق يعني بتخفف اللود اللي عليك، زي ما انت في الغطس كده كل ما بتنزل كل ايه البريشر بيزيد عليك، بس لما تطلع بيقل. فانت وانت طالع تعمل ايه؟ تعمل ماينس لان انت الهيد اللي عليك بتاع الحته دي كده كلها اتشالت من عليك، وزنها والفورس بتاعتها والبريشر بتاعها اتشال من عليك، خف من عليك، تمام. يبقى انت كده اول حاجه الووتر في الجي في الاتش بالنسبه لنا هو ايه 0.3 متر. طيب زي ما انت اتكلمت برضو انا هنا الليكويد ده كله نفس الليكويد، فمعناه ايه ان نفس الخط ده نفس الهورزونتال لاين، تمام. هو ايه نفس البريشر بتاع هنا هو ايه هنا. بعد كده ابدا ايه انزل ال 1.2 دي في الليكويد بتاعي. طيب هنزل يعني اعمل ايه؟ بعمل بلس رو، تمام، الرو الجديده اللي انا ايه لسه حاسبها في جي في الاتش بتاعت اللي هي ايه 1.2. طيب هو عاوز النقطة عند ايه؟ فانا محتاج اعمل ايه تاني؟ انزل تاني انزل تاني للايه 0.6. يبقى ايه ووتر في الجي، تمام، في 0.6. كل الكلام ده ما دام انا وصلت للبوينت ايه
يبقى انا كده ايه بساوي البريشر ايه. حد عنده مشكلة في الحتة دي او حد مش طايق حاجة في المسألة؟ هو الموضوع كله بيمشي في الحتة دي، يعني هو الموضوع كله بيتكلم عن الجزئية دي بالذات، مفيش يعني ابتكارات جديدة او مفيش اي حاجة جديدة في الموضوع. فقولوا لي لو انتم مش فاهمين حاجة قبل ما نكمل، وهتلاقي المسائل كلها نفس الفكرة. ماشي طيب، نبدأ نعوض. عندك ال pressure بتاع الـ air هو 13.8 تمام، 10 باور 3. بعد كده هنعرف الـ density بتاعة المية، الـ g نعرفها اللي هي 9.81 تمام. ممكن أروح واخدهم common factor ويتبقى لي 0.6 minus 0.3 في الـ density الجديدة، أو اللي هو بتاع الليكويد اللي أنا لسه عارفه ده 1.2. كل الكلام ده بيساوي ايه؟ بي اي هو مع الكالكوليتر يطلع معايا 2734 كيلو باسكال. طبعا اللي بيطلع لك على الكالكوليتر بيبقى هو الباسكال نفسه، يعني بيطلع لك بالشكل ده كده، بس انت ايه ممكن تكتبه كيلو باسكال عشان يبقى شكله ايه احسن شوية. تمام، الحتة دي واضحة ولا في اي اسئلة فيها؟ معلش يا باشمهندس، هو ليه يعني انا دلوقتي جبت بريشر اير ايكوال الحاجات دي ايكوال ال بي اي صح كده؟ تمام. ال بي اي ده بقى بتاع ايه بالظبط؟ البي اي ده البريشر بتاع الميه اللي ماشيه في الحته اللي هي ايه راسمها لك دي، مثلا ماسوره او حاجه زي كده ماشي فيها ميه تمام، هو سماها ايه نقطه ايه دي عشان يعرف ايه يرمز لها يعني. بعد كده وصل بقى من الماسوره دي، وصل للسيت اب بتاعه ده كله تمام، وبدأ ايه ياخد قياساته علشان ايه يقدر يشوف لك البريشر ده الفاليو بتاعته عامله ازاي. فحط جيج هناك هنا عند الهواء، الجيج ده هو اللي طلع له ايه اول رقم، بعد كده عرف يشتغل ايه من الهايتس اللي حصلت ايه في الليكويد ده والماي. اوكي تمام شكرا. حد عنده اسئله تاني؟ نجرب المسألة اللي بعدها، المسألة رقم 7. طيب عاوز حد بقى يشتغلها معايا كده. انت عندك دلوقتي تانكين، تانك فيه ووتر A تمام اللي هو على الشمال ده، وتانك فيه ووتر B ماشي، وما بينه ميركوري اللي هو السائل اللي هو الأسود ده ميركوري، وايه عاملين طبعا الانكلينيشن بالشكل اللي قدامنا ده. وقال لك لو انت الفرق ما بين الضغطين بتاع التانك، تانك A وتانك B 20 كيلو باسكال. طيب بالنظر كده المفروض مين البريشر بتاعه اكبر من التاني؟ B بالظبط. يبقى انت كده عندك B minus BA يساوي الكلام ده. طيب بيقول لك find A اللي هي دي و find C. حد يقول لي كده انا ممكن امشيها ازاي؟ انا ممكن ابصصها من الاول للاخر برضه. ماشي ابدأ كده، ابدأ من ايه؟ ممكن نبدأ من بي طالما يلبس كده مش هتفرق. ماشي ماشي، بس خد بالك من تبدأ من ايه احسن. بس ماشي خلاص من ايه عادي. ماشي يلا ماشي من ايه وبعد كده ماينس. انت عاوز تبدأ من ايه؟ لا انا كنت اعمل ايه او ماشي خلينا، ماشي خلينا زي ما انت شغال. ماشي ايه ماينس ماينس ولا بلس؟ بلس. اوكي تمام. A ساين ثيتا. لا انا هنا صح ماشي. في الحته دي اه انت ايه اللي بيأثر معاك؟ ال H vertical distance والرول دي بالظبط. ال H ده اللي هو ايه vertical distance بالظبط، انت نازلها vertical
ايه ساينس هي؟ يا ابني بقول لك فيرتيكال، فيرتيكال انت اصلا الاي دي فيرتيكال، يعني اه الاي دي ايه مسافه فيرتيكال. ايوه ايوه صح لا ركز ماشي، يلا ايوه تمام. رو ووتر صح في الجي جي في الايه؟ في الايه. طيب حلو، تمام بعدين زائد 2 ايه زائد اتنين ايه مضروب في ايه بقى؟ في الرو بتاعت اللي هي السي جي للميركوري تمام اه في في الجي في الجي في التو ايه. طيب وبعدين الناحية التانية زيها يبقى ماينس بقى تمام. نفس الرو جي اتش لا انت خلاص بقى، انت اللي وصلت هي للحته أي الرو اتش الحته البيضاء الووتر ووتر بالظبط كده الجي في الايه في الايه. كل الكلام ده بيساوي كام؟ الووتر بيساوي بيوت ال بي اللي هي ايه بريشر بتاع بيوتر النقص بتاعت البي البي بالظبط كده. طيب انت خدت بالك من ايه هنا؟ خدت بالك ان ده شبه ده، قادر اشيل تمام يعني اللي نزلته هنا في المايه طلعته تاني في الناحيه التانيه من المايه، فده بالنسبه لي ايه؟ كأنه مش موجود. حد بس واقف في حاجه في الحته دي قبل ما نكمل؟ ماشي كمل معايا بقى كده. هنعمل ايه بقى؟ هجيب الرو اتش جي ماشي رو اتش جي ما دام ادالك بالشكل ده كده تعرف ايه تضربه في الف على طول اللي هو ايه 13600. يبقى انت كده عارف ان انت البي عندك هنا دي هتودي لها الايه الناحية التانية الماينس تمام، وايه اللي هتبقى لك؟ هتبقى لك اللي هو الجزء ده اتش جي في الجي في التو التو ايه ايه. طيب والبريشر البي ناقص بريشر الايه ومن دون بالظبط مدولك بكام؟ مدولك ب 20 تمتين باور 3 بالباسكال، والجي انت عارفها 9.81، بيبقى لك ايه التو الايه ايه، هتعرف تطلع منها بالايه، تطلع 0.075 متر، تقدر تحولها بقى للمليمتر عشان تبقى شكلها بنت ناس شوية. ماشي طيب ادي كده ايه اول حاجة. بعد كده هو عاوز يعرف ايه السيتا كمان، ايه الريليشن ما بين الايه والسيتا؟ هي 26.8 ساين تمام سيتا بتساوي الاتنين ايه بالظبط كده، عندك الشكل ده كده قدامك، دي السيتا ودي ايه الانكلايند ديستانس بالسنتي تمام، وايه والاتنين ايه هي بالنسبه لك ايه الفيرتيكال ديستانس. يبقى انت ممكن نقول ساين سيتا بيساوي تمام الاوبوزيت حلو على ايه هايبوتنس. طيب ننزل كده نكتبها على نظافه. يبقى انت كده عندك ساين سيتا بيساوي الاوبوزيت اللي هو الاتنين ايه تمام على adjacent، بس طبعا ايه هنحاول بقى السنتي عشان نشتغل كله مليمتر بالمتر. 10 سنتيمتر 2 صح. يبقى انت كده هتعمل ايه، تعوض مكان الايه بالرقم ده وتطلع تسولف هنا على الكالكوليتر، شيفت هتطلع ساين بقى السيتا اه بالظبط كده تطلع 34 ديجري. قولوا لي في حاجة واقفة معاكم في المسألة دي من أولها؟ فاهمين فكرة الـ inclined مع الـ مع الـ vertical؟ هو احنا ليه بنعمل inclined أصلا؟ يعني ليه حد كده يقول لي احنا ليه عملوها inclined في فوائد يعني؟ عشان القراية تبقى شايفها أكتر بالظبط، لأن أنت كل ما بتخليها inclined تمام كل ما أنت إيه بتزود المسافة اللي تقدر تبص فيها الترقيم بتاعك بيبقى أوسع شوية تمام. طيب نشوف المسألة رقم 10. حد كده برضو يقول لي حتى غير يوسف بقى، يعني الراجل ده تعب معانا، عايزين حد تاني يصحى كده
طب كمل معايا يوسف عشان الناس نايمة. تمام. ممكن ماشي. مين؟ محمود. يلا محمود. هو بس هو انا عايز اعرف الميتر فلويد ده يعني مختلف عن سواء ده او ده الدنسي الاثنين. هو عايز تمام. هو عايز السبيسيفيك ويت بتاعه. تمام اه ماشي ماشي. يعني ده عاوز السبيسيفيك ويت بتاعه والاي ده اللي هو مدولي بتاعه 1.2 والبي مدين الدنسيتي على طول ب 1500. تمام. هطلع ماشي. هبدا مثلا من ايه بي اي. تمام ماينس. حلو جدا. يلا الاس جي في 1000. تمام اللي 1.2 في 1000 في الجرافيتي في الاتش اللي هو 2 في الاتش اللي هو ايه 2. حلو جدا. 2 متر. طيب ماشي. طيب بعدين هنزل في الفلويد برضه ديستانس 2 بالظبط كده. ماشي هنزل يعني اعمل ايه بلس. تمام اس جي. تمام برضه ايه اه ده اس جي سوري ده الجديد في نفس برضه ايه الكلام ده بالظبط كده. ماشي وبعدين بلس 1500 تايمز 1000 تايمز 9.8 تايمز 2 حلو ايكوال البي بي. طيب بعد كده قال لك ان البي بي اكبر من بي اي ب 20 كيلو باسكال. أودي الـ B الناحية التانية بالنيجاتيف وأحط القيمة بالظبط كده. كل الكلام ده بيساوي 20 فمتين باور 3 عشان أحولها إيه باسكال. بيساوي كل إيه الكلام اللي على اليمين ده. ممكن أخد حتى كومون فاكتور للكلام اللي في الأول ده اللي هو الاتنين والـ 9.8 والألف كمان ممكن برضه تتاخد. تمام. هيتبقى لك إيه بقى؟ هيتبقى لك الـ ناقص 1.2 بلس الـ SG بلس 1.5. هتصول في كده. حد يجرب يعملها ولا مش عارف الكالكوليتر؟ سبعة من عشرة باشمهندس. ماشي 0.0. طيب هو عاوز ايه بقى اصلا؟ قال لك determine the specific weight. يعني ايه specific weight؟ جاما. جاما بالظبط كده. جاما اللي بتساوي كام؟ الرو في الجي. ماشي الرو في الجي. طيب الرو بتاعتي بكام؟ 1000 في الـ SG بالظبط كده. 0.7 غالبا 7 حاجة يعني 7.2 مثلا حاجة زي كده. 7.2 في 1000. تمام. في 9.81 هتطلع معاكم بكام؟ هتطلع تقريبا 7.057 نيوتن على متر. ممكن انت بدل ما تعمل كده ان انت كنت تاخد الحته دي على بعضها في الايكويشن وتحطها ايه جمع على طول بس مش فارقه هي هي. تمام ماشي. احنا كده خلصنا ايه المسائل المطلوبه مننا. لو حد عنده اسئله او عنده حاجات عاوزين نتكلم فيها لو سألوني اي حاجه في الفهم اي حاجه في الماده اشرح قولي لي عشان نتكلم فيها واحاول افهمها لكم.
يعني الخطوة معلش بتاعت بي بي ماينس بي ايه اللي بعدها بقى، يعني بعد ما جبنا يعني طلعناها اللي هي جبناها ب 20,000، ايه البي ال الصغيرة اللي في النص دي اللي هي دي باسكال دي باسكال تبع ال خلاص تمام خلاص اليونت بس. تمام اوكي شكرا. يعني انا بحاول بس اوضح لكم ان هي بدل ما هي كيلو باسكال حولتها لباسكال. دخلت في الـ في الكوشن بعدها فاتلخبطت انا يعني. اه لا لا ما. ولكنها موجود. اي سؤال يا شباب في اي حاجه؟ السكشن النهارده بسيط والمانومتر سهل يعني ما فيهوش مش في حد رفع ايده تقريبا. اه تمام. آه عشان انت كنت هتسأل سؤال في المشروع. ماشي، ايه المشروع بقى الاول؟ المشروع ان انا اعمل زي جير بوكس او ترانسميشن سيستم للباور من موتور لشافت عن طريق اويل، عشان السيفتي بتبقى اعلى من ان انا ايه اخليها سميشنج. فدلوقتي السؤال اللي هو لو انا عندي 2 ديسك، المسألة والبروبلم اللي الدكتور قايل عليها، الديسك كان فلات وبيحرك الفلويد بالفريكشن بس تمام. شفت ديزاين تاني، الديسك عليه زي ريش زي فينز عشان تحرك الاويل للاتنين. فانا كده هشتغل حسابات ازاي؟ نفس الحسابات العادية كأنها فلات. لا، اللي فيه ريش ده بيشتغل بحاجة مختلفة خالص، كأنه بامب يعني، كأنه بامب بالظبط. العربيات. فلا، ده انتوا ما خدتوش الكالكوليشنز بتاعته. تمام، يعني انت بتشتغل لازم تشتغل تخلي فلات. فلات. اه بالظبط. مفيش أي نصايح طبعا مثلا على المشروع، يعني نبدأ بإيه أو إيه يعني ترتيب الأفكار أو أي حاجة نقدر نعملها يعني؟ لا، انت بس ترجمه كمسألة، يعني ترجم الموضوع كمسألة وابدأ احسب وابدأ غير الفانكشنز اللي موجودة كدايمنشنز مثلا او كده، الحاجات اللي انت في ايدك تغيرها ابدأ غيرها وشوف تأثيرها عامل ازاي، علشان توصل في الاخر للتارجت بتاعك يعني. فانت رتبها بس وايه وترجمها كمسألة، هتعرف ساعتها تتعامل معاها وتعرف تظبط الموضوع يعني، طب وتجرب يعني. طول ما انت تخلص بدري وتجرب تبقى مستريح ان هي الدنيا شغالة والدنيا مظبوطة يعني. تمام شكرا. باشمهندس، كنت متأكد يا باشمهندس على الديناميك سيلينج بقى هنفذه ازاي؟ لو انا عايز اعمل ديناميك سيلينج ما بين الشافت وال البول بيرنج اللي هيلف في اللي هي فيها ايه، هيبقى كونتاكت مع الزيت، البول بيرنج نفسها هي اللي بتعمل دايناميك سيلينج، مظبوط؟ ماشي، بس انت هتحتاج برضو تعمل لها زي حاجة شبه الكيسنج كده، وبيبقى راكب عليه اويل سيلز ونوع تاني كده شبه الاويل سيلز، برضو بيمنع الليكج يعني اللي يحصل من الزيت وكده. وطبعا في انواع من البيرنجز فيها سيلز، ان هي يعني في انواع من البيرنجز اوبن مفتوحة، تبقى انت شايف الكور اللي ماشيه جوه تمام او اللي موجوده جوه، وفي نوع تاني بيبقى الكور دي متغطى عليها من ناحيتين بسيل رابر. في نوع تاني السيل الرابر ده يعني بقى كمان ستيل يعني، فبيمنع اكتر يعني. تمام، يعني البول بيرنج هيبقى جاهز بالديناميك سيلينج. انا بص ممكن هزود السيلينج حواليه في الحتة اللي هيركب فيها في البوكس عندي. بالظبط، انت بتحاول تزود كده زي كيسنج يكون مغطي كل اللي بيحصل جوه ده، والكيسنج ده ما بينه وما بين الشافت اللي هو الظاهر اللي هو موجود بره اويل سيلز وحاجات تانية كده برضو من انواع السيلز يعني، ادخل كده دور عليها، بتبقى محفور لها مكان في الشافت تمام، ومتركب بدايمنشنز معينة حسب كل سيل. بعد كده ايه بتبدأ ايه تدخله، فيبدأ الاويل سيل ده يضغط فيسيل كل
اللي جوه عن اللي بره، ما يخليش حاجه من اللي جوه يحصل لها ليكنج للي بره، عشان لو البيرنج مش هو اللي هيمنع كل حاجه برضو، يعني السيلز اللي فيه بتحمي البيرنج نفسه بس ما بتحميش ان هي تطلع لبره. عشان كده بنعمل يعني الكيسنج والكلام ده. تمام. حد عنده أسئلة تانية شباب في أي حاجة لها علاقة بالموضوع؟ عشان في بس كذا حد جه قال لي إحنا مضغوطين شوية، مش شايفين الحاجة دايركت، ففرصة إن إحنا موجودين مع بعض أي حاجة في اللي فات اسألوا فيها، علشان اللي جاي كله مبني على الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه، الكونسبت واحد يعني، ونبدأ بعد كده نضيف حاجات أو حاجات معينة بتتغير في الكونديشنز. لازم نبقى متأكد إن إحنا فاهمين كل اللي فات علشان نعرف نمشي كويس في المبنى. تابعوا الموضوع أول بأول، ما تسيبوش الموضوع يهرب منكم، تيجوا على الميد تيرم أو الفاينل عاوزين نلم أو عاوزين نلحق أو أي حاجة. احنا كده عامة خلصنا المسائل المطلوب مننا في السكشن، مسائل كلها عن المانومتر، موضوع بسيط جدا، بتشوف انت طالع ولا نازل، رو جي اتش على طول، وانت نازل بتبقى بوزيتيف، طالع بتبقى نيجاتيف، تمشي طبعا في الفلويد اللي انت ماشي فيه، فالدنسيتي بتاعته تبقى هي الموجودة معاك في الإكويشن، فالدنيا ما فيهاش أكتر من كده، الموضوع مش صعب خالص، بس محتاج تركيز عشان ما تتوهش في أي حاجة. لو مفيش حد عنده أسئلة ممكن خلاص ننطلق. ماشي يا شباب، شكرا ليكو، وحضروا أسئلة لو جربتوا تحلوا في الشيت باقي المسائل، فاهم، لحد 10 مثلا، لو كده حلوا باقي المسائل وأي أسئلة إن شاء الله السكشن اللي جاي نتكلم فيها ونعيشها الدنيا تظبط تبقى كويسة. شكرا يا شباب، أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، السلام عليكم.